يا ترى الدوار اللي ما بقى دوار وهواها ما بقى هواي واش مازال تعلات زاد بزمان يا خوفي الضايع من خوفي وخوفي خايف روحي نصف حروفي ما عاد لي مكان ولا امكان نشوف الغريم وحبابي نصفوا الفخاف تحتي يا ربي الظلمة يا ربي وليد الله يعطيك الصحة سلمي سلمي سيبتي يا بنيتي طيبتي الخبز تبارك الله كيف حالها البيت يا شيخ تبارك الله دارك يا طيرة وقلب نقول لك بالدارك الشمعة الله يسمعنا خير الله 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 ايه نظرات دي كلها هل هي نظرات مغربية أصيلة؟ فاطمة 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 عشرون وين؟ شوف واش مازال بقيتي زيد اش تشوفي امبارح كنت في ايران ايران عاودوا لك عليا تنظيم القاعدة يا لا لا يا شيخ كنت عايز نقول لك كنت في فرنسا تبارك الله شتي في الفران في العلالة كانت تبرد تبرد عظيماتك في مدينة أثرية فيها منظمة شلالات أثرات مغربية أصيلة خرتيني إبداع كيطلع منك كيرقص بين يديك كما قالوا أنا الزمان كيشطح من عينيك الوليد شكون هذاك؟ إيه الحلاوة ديال العيالات هنا في المغرب بغيت يزيدوا الصدر لا لا شوف راه غادي ندخل فيك طول واحد ان شاء الله يعطيك العافيه ان شاء الله يعطيك العافيه شحال فيك ان شاء الله انا ساتر سير اخويا عطينا الاتساع شري ولا بيع عمر ولا زمر فك ولا تلاح ولا لوحك بعيد ما تقيش بلادي ما نقيش بلادك وخليونا خليونا نحافظوا على طونات جدودنا كانت نشره كان ديكور مصنوع من ذهب ولا من الحجر ولا حتى من الذهب خليونا نحافظوا عليه ونوصيو ولادنا يحافظوا عليه على هذا التراث بلا ثمن